معانا أول سؤال معانا النهاردة، بتقول لو سمحت إحنا 30 واحدة وعاملين ختمة قرآن، بنفرق الأجزاء على بعض، ولما كلنا بنخلص بنكتب تم، يعني بيبعتوا لبعض تم إيه الجزء بتاعه، وبنقول بعد كده دعاء ختم القرآن. بالعلم يا دكتورة إن كل واحدة بتقرأ الجزء في بيتها، فهل تحسب لنا ختمة كل أسبوع أم لا يجوز الختمة على هذا الحال؟ من المقرر والمعلوم شرعا، واللي برضو عليه الفتوى، إن القيام بعمل ختمة من القرآن الكريم أو قراءة ما تيسر من السور والآيات القرآنية الكريمة، إنها من الأمور المشروعة ومن العادات المستحسنة ومن أعمال البر اللي بتوافق الأدلة الصحيحة والنصوص الصريحة، وبرضو بتوافق فعل السلف الصالح كذلك في الاجتماع على الخير، وإنه جرى كمان عليها عمل المسلمين الكرام عبر القرون من غير ما حد ينكر عليهم هذا. واللي بيدعي ويقول إن ده بدعة فهو إلى البدعة أقرب، لأنه لا دليل أو لا يوجد دليل في منع إن أنتوا تعملوا الوضع اللي أنتوا بتعملوه ده وأنتوا بتتشاركوا في الخير. ومما يستدل به على صحة فعل ذلك إنه أنتوا كمجموعة مع بعض بتقوموا بعبادتين عظيمتين. العبادة الأولى هي القيام بتلاوة القرآن الكريم وحرصكم على أنكم تعملوا ختمة رغبة في الأجر والثواب من الله تعالى. وأخرج لنا الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. يعني الحرف بيساوي حسنة، وشوف بقى بشرى النبي عليه الصلاة والسلام: والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني عايز أقول إن كل حرف هو حسنة، والحسنة ربنا من رحمته ولطفه وكرمه بيضاعفها لعباده المؤمنين العشر أمثال، فتاخد عشرة نقاط، يعني أنت بتقرأ ألف لام ميم بتاخد 30 حسنة مع هذه المضاعفة، والله طبعا يضاعف لمن يشاء، وعلى قدر إخلاص العبد بتأتي بقى تضاعف أو بيكون له تضاعف هذه الحسنات. اللي أنتم بتقوموا بيه كمجموعة مع بعض هو في الحقيقة كمان، يعني اللي وانتوا كل واحد بياخد جزء 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 وفي بيته بيقراه، اللي انتوا بتقوموا بيه ده مع بعض هو تعاون على البر والتقوى اللي القرآن أشار إليه. ليه؟ لأنه في تنشيط، انتوا بتنشطوا همم بعض لعبادة تلاوة القرآن والاجتماع عليها بما هو متاح بالنسبة لكم، كلكم ربات بيوت مسؤولين عن منازل، مش هيبقى صعب تسيبوا بيوتكم وتروحوا تلتقوا، ربما يحدث بعض الوقت وربما ما تستطيعوش، فوانتوا في أماكنكم بتعينوا بعض وبتحفزوا همم بعض على ختم القرآن الكريم. الشرع الشريف بيرشدنا إلى ذلك، إنه ده من كل تعاون على الخير نقف جنبه بما تيسر للناس، والشرع أساسه وروحه التيسير. الله يقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وده من قبيل هذا التعاون. ولا بأس، وما تفكروش في أنه أصل إحنا ما بنلتقيش في مكان واحد، لا بأس من أن يكون اجتماعكم لختم القرآن الكريم حقيقة في مكان واحد، أو حكما بأن كل واحدة منكم تكون في مكانها وتختم الجزء وتقول تم، عشان كلكم لما تتموا الختمة دي تبتدوا في الدعاء، وده لا يؤثر على الختمة ولا على صحتها أن كل واحدة منكم بتقرأ في مكان، وثوابها يحصل إن شاء الله تعالى. فأبشروا خيرا، وربنا يأجركم ويجازيكم خير، ودايما كده بتشدوا أزر بعض في الطاعات.